منا. لقد كان طريقنا طويل. هيا هيا أيها الحصان، هيا. لقد وصل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضلوا. وعليكم السلام. أهلا بكم. تفضلوا. أهلاً. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. بارك الله بك يا أخي. بارك الله بك. تفضلوا. 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 أهلا بكم. الحمد لله على سلامتكم. هيا تفضلوا. سنمكث الليلة هنا في نيشابور، ثم ستنطلق القافلة عند الفجر. أهلا بكم. أهلا بكم. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. تفضلوا. تفضل. هذه هي حجرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلاً. شرفتمونا. تفضلوا. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً. شكراً. شكراً. مدينة نيشابور. لسببين يا شيخنا الجليل، عدم كفاءة السلطان وهجوم المغول على المدينة أدى بنا إلى الذهاب لحج بيت الله. وصلني خبر أن المغول دمروا سمرقند وبخارى وعاثوا خرابا وفسادا، والآن هم في طريقهم نحو بلخ. خير ما فعلتم أنكم تركتم بلخ. مع الأسف سيصل المغول إلى نيشابور أيضا بالتأكيد. من الأفضل لك أن تغادر المكان وترافق قافلتنا. لم يهرب بهاء الدين ولد من بلخ، ولكن الجاحدين طردوه منها. أما عطار العجوز فلماذا ومن ماذا يهرب عطار العجوز؟ أبقى لأرى رفاقي الذين يأتون عندي من كل حدب وصوب لكي يجالسوني، ولا يعرفون عطارا إلا هنا، فكيف أفارقهم؟ الإنسان يلاقي الموت كل يوم ودائما وأبدا، ويبقى معنا الاشتياق للحج، وأنت الآن ذاهب إليه، ونبقى نحن بحسرة إليه. يا الله، قلبي يعتصر دما في هذه الحيرة. احترقت من رأسي حتى قدمي من الحسرة. ذكرت هذا في كتابك مقامات الطيور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أساس طلب الإنسان هو أن يطلب ما يصعب الحصول عليه، ويجاهد بالحصول عليه ليلا ونهارا. وإن كان الإنسان يبحث عما هو متوفر عنده وحاصل بين يديه، فهذا أمر غريب. هكذا حاجة لا يستوعبها الإنسان ولا يحتملها البشر، ولا يستطيع أن يتصورها، لأن ما يدفعه للبحث عادة هو الشيء الجديد الذي لم يكن بحوزته. وما يحصل عليه الإنسان بعد البحث، ذلك هو الطلب الذي يكون جديراً لاستحقاقه. آه،
عندما أراد خالقنا أن نجد أشياء مختلفة من العجائب والغرائب والبساتين والحدائق والعلوم والمعارف، وضع دافعاً وحافزاً في هذا العالم للبحث عنها والحصول عليها في ذات الإنسان أيضاً. كل ما تراه في هذا العالم تجده أيضاً في ذلك العالم. إلى أين ذهب هذا الولد؟ سوف نجده، لا تقلق. أنا هنا. جلال الدين انزل، إن والدك في انتظارك. وهل عاد أبي؟ لا، أنت من يجب عليه الذهاب إليه في بيت الشيخ عطار. لقد أرسل والدك شخصا لإحضارك، هيا. سنذهب للشيخ عطار؟ سأنزل حالا. اهدأ اهدأ. ولكن أين نعلك؟ وجبتك أيضاً. أتى رجل وأخذهما عندما كنت فوق الشجرة. تعال معي. خان نيشابور. لقد أتعبت هذا الحصان المسكين ولم تريح، لا تهمل. هذا حصان عربي جميل وغال أيضا. هل أنت خبير بالخيل؟ أهلا بك، أهلا بك. خذ الحصان إلى هناك. هل أطلب منهم فحصه؟ ها؟ تفضل. هنا جيد. أحصان رحمن بن سهل هذا؟ كلا أبداً. أنا متأكد أنه له. كلا، هذا حصان بهاء ولد سلطان العلماء. يبدو أنه رجل عظيم جداً. أرسل عطار جماعة لدعوته قبل وصول قافلته إلى هنا، وهو الآن عند عطار. في أي غرفة ينام هو؟ هل أنت تبحث عن رحمن بن سهل أم عن سلطان العلماء؟ لا أحد، أريد طعاماً جيداً بمسكوكتين. سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة.
فليأتوني بالطعام إلى حجرتي. مؤكد. سيفرح التجار كثيرا بقدومك هنا وشرائك. سأبدل حجرتك بواحدة بجانب حجرة بهاء الدين ولد سلطان العلماء، تلك التي تقع بجانب الخمرة. إنها حجرة جيدة. موافق. أين حادي القافلة؟ حادي القافلة؟ إنه هناك وهو منشغل بتناول الطعام الآن. إنني لا أخشى من موت جسدي، لكنني أخشى من جفاء وجودي على نفسي. من بنى بنيانه على الماء ولو كانت مدججة بالحديد ستنهدم. لا يوجد في العالم أصلب من الحديد. السر يكمن في الأساس الذي بني على الماء من كتاب منطق الطير يا شيخنا. ما شاء الله ما شاء الله. السلام على شيخ الشيوخ عطار النشابوري. هذا هو جلال الدين ولدي. عليكم السلام يا جلال الدين. حسناً، أخبرني الآن، ما هو آخر حدث شاهدته هنا في هذا المكان؟ قبل أن آتي هنا لزيارتك تسلقت الشجرة لكي أقطف الجوز، وكنت قد وضعت جبتي ونعلي تحت الشجرة. وعندما كنت أقطف الجوز أتى رجل أخذ جبتي ونعلي، وبقيت دون نعل وجبة، وأصبحت نادماً من فعلة تلك، وخاصة وأنا أنظر إلى الجوز الذي بيدي. حسناً، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وبعدها فكرت كيف يهدر الإنسان عمره الثمين، كذلك الطفل الذي تسلق الشجرة للحصول على القليل من الجوز ويقضي عمره باتباع هوى نفسه، وعندما ينتبه يبكي على حاله وعلى عمره الذي ضيعه مثل ذلك الطفل الذي تعرض للسرقة. طبعاً مؤكداً أنت وأبي لستما كذلك الطفل الذي ترك نعله وجبته تحت الشجرة ولم تهدر عمركما في الغفلة. هل هذا الكلام الجميل هو كلامك أنت أم تعلمته بالمدرسة؟ لم أذهب إلى المدرسة يا حضرة الشيخ، لكنني أنتظر لحظة وصولي إلى بغداد بفارغ الصبر لهذا السبب، ولكن أستاذي السيد برهان الدين الترمذي قد علمني الكتابة والقراءة، كما أن أبي وعدني عند وصولنا بغداد سوف أذهب إلى الكتاب. أريد أن أصبح مثل أبي سلطانا للعلماء. والآن أخبرني، ماذا قرأت من الكتب وأثر فيك بعمق؟ إلهي ناميل السنائي، إنه حقا يطربني. هذه رباعيات أسرار نامة، إنها لك. إن أسرار نامة هو كتاب قد ألفه حضرة الشيخ. شكرا جزيلا. اذهب واقرأ. جلال الدين. نعم يا شيخ. أريدك أن تعلم أن أباك المبجل لن يقصر أبدا في العناية بك إلى أن تقف على قدميك، ولكن أنت أيضا انتبه لنفسك واحذر أن تتسلق أي شجرة تجدها في طريقك، كي لا تهدر جوهرة عمرك بثمن بخس وبلا قيمة. اذهب الآن. إلى متى ستبقى في النيشابور؟ لقد أخبرنا الحادي بأن القافلة ستنطلق فجر غد. اذهبوا لزيارة قبر الشاعر خيام قبل مغادرتكم. يا شيخ، ما رأيك بابني جلال الدين؟ لا تهمل هذا الولد، في القريب سيطلق شرارة في قلوب العشاق في هذا العالم، وسيزرع الشوق والهيام في سالك درب الحقيقة.
الشباب ألم في القلوب حيث لم يهدأ بأي دواء، لا بالنوم ولا بالسفر ولا بالأكل، إلا بلقائه ووصله، لدرجة حتى لو جلس منافق بين المؤمنين تأثر المنافق من حبهم للمحبوب ويؤمن متأثرا بهم حتى يصبح مثلهم. انظر كم هي منافع المؤمن. أعتذر منك سيدي، لكن لدي طلب. وما هو طلبك في منتصف الليل؟ أرجو منك المعذرة، لم يغمض جفني حتى ولو لحظة واحدة. لدي طلب وأرجو منك ألا تسألني عن السبب. طلب في منتصف الليل ومن دون سبب؟ أخبرني ما الأمر يا كاكا. انهض ونم أنت في حجرتي وسأنام أنا هنا. منذ بداية الليل وأنا قد خيم علي الخوف من دون أي سبب. من الأفضل أن لا تنام هنا كي يرتاح بالي. جلال الدين، أنا مستيقظ. انهض يا ولدي، قد رأى كاكا مناما سيئا عني. اذهب أنت وسألحق بك. ما الأمر يا كاكا؟ لا شيء بني، انهض يا عزيزي واذهب إلى والدك. بما أنك إيقظتني من النوم على الأقل أروي لي حكاية، لكن هذه المرة حكاية مشوقة. أريد الآن أن أروي لك حكاية هذا الجرح. القصة قصيرة، أتذكر ذلك السارق الذي حكيت لك قصته؟ هو أنا، وذلك الرجل الذي حرر رقبته كان بهاء ولد، وهذا الجرح هو من خنجر جنود قد وقع على زندي. هذا الجرح الذي ربط كياني ببهاء ولد، وكنت قد أقسمت حينها برد الجميل لوالده طالما دمت حيا، وعاهدت نفسي بالوفاء له وخدمته هو وأسرته جميعا. لم تكن أنت في ذلك الزمان آنذاك، ولدت بعد الحادثة بعامين. ذلك اليوم سألتني عنه في الصحراء، كنت تريد أن تعرف قصته. والآن وقد عرفت ما هو سري يا جلال الدين، حتى الآن لا أحد يعرف هذا السر أبدا سوى أنا وسلطان العلماء. انهض الآن واذهب لقرب أبيك ونم يا جلال الدين. خان نيشابور. Thank you.
عصبي سر سر خوشم تو است است سر خوشم است بی سر سر خوشم تو عاشق کاکا کاکا هرب القاتل نحو بلخ وقد جرح أحد الجنود الذين كانوا يلحقون به لإمساكه ومنعه من الفرار ما هذا الحقد الذي ماك ليلي ينطفئ إلا بقتل كاك المسكين إنه حقد الشيخ كمال الدين عليه يا ليتني لم أصغي لطلب كاك في الليلة الماضية لقد ضحى بنفسه من أجلي من المؤكد أنه كان يعلم بخطاتهم تلك لهذا أتاني في منتصف الليل طالبا بإلحاح أن ينام مكاني كان رجلا وفيا وطيب السيرة وقد أوفى بعهده ووعده هذا هو مصداق الالتجاء من القضاء الإلهي إلى القدر الإلهي أرض إذن برضاء الله رحمة الله تنزل عليه وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين هيا يا ولدي انهض انهض لماذا كلما وجدت صديقا أفارقه بسرعة يا شيخنا؟ العلي العظيم إذا أحب عبدا من عباده كثيرا ابتلاه أكثر لكي يعرف قدرة صبره هي نتيجة القرب من الله ألم تسمع بقصة ليلى التي كانت تكسر وعاء مجنون من بين سائر الأوعية التي تصلها بغية اختبار حب مجنون في قلبها وقد كان يعود إليها كل مرة بقلب مكسور ووعاء جديد أيضا إن قلبك هو وعاؤك يا جلال الدين فكلما قلبك انكسر أصبح جديدا إن الله يحبك وبعد تكرار الفراق الذي حل بك وأصاب روحك الصغيرة يا جلال سيكون هناك وصال ولقاء جميل جدا ستناله عما قريب وستعرف ما معناه العقل كالفراشة والمعشوق كالشمع ولو أن الفراشة تضع نفسها على الشمع تحترق وتموت ولكنها رغم إصابتها بالألم لم تبتعد عن الشمع بالقرب من بالخ
شكرا لك على الأخبار التي زودتنا بها. اذهب من هنا الآن واسترح، وسوف أقوم بمتابعة أمرك. جهانجير، لقد كنت رفيقي وموضع ثقتي منذ 20 عاما حتى هذا الوقت. انتبه جيدا واحفظ بدقة ما أريد الآن أن أقوله لك. بلاط ملك بالخ. هيا هيا. لقد أسعدتني بهذا الخبر الذي أتيتنا به. ولو أني كنت أتمنى أن يبقى حيا كي نتصارع فيما بيننا ونهدد بعضنا. لكن يا حفيظ، هذه القصة التي رويتها عن بهاء ولد وموته تحتاج لشهود وإثباتات وحجج. أكنت تمسك الخنجر بهذه اليد؟ لا يا سيدي، بهذه اليد. قتلته بيدي اليسرى. إذا أراد شيخنا الجليل مصادرة الكيسين المتبقيين من أجرتي لصالح بيت مال المسلمين، فأنا أتنازل عنهما حالا. اسمعني جيدا، الشيخ كمال الدين يعتمد دائما على البحث والإثبات في عمله، وقد رأى وسمع حقائق كثيرة أصبحت فيما بعد في طي الكتمان. من الجلي أنك قتلت. خذها. حتى نكتشف نحن ما فعل بقتيله. قد قال: من انتفع فقد وقع في البلاء. العاشق يخسر كلا العالمين لأجل المنفعة. هذا بيت لعطار، اقرأ لي بيتا له. يا رب رحمتك بحر واسع،
قطرة من رحمتك تكفينا. من ضحى بنفسه في سبيلك له منزلة في عالم الحب. املأ قلبي بحب الإله الرحيم، وقوي قلبي بالطمأنينة والرضا. احترق الأخضر واليابس بأمل الوصول إليك، فلا تحرق الأخضر واليابس بالفراق عنك. تحفظ شعره جيدا، أما أنا لم أحفظ لعطار. أقرأ شعرا لسنائي؟ اقرأ. إنك بعيد عن الأكل والنوم وبريء من المشابهة، بعيد عن الوجه واللون، بريء من العيب والخطأ. لا يستطاع وصفك لأنك خارجا عن الإدراك، ولا يستطاع أن يقال بمثلك لأنك لا تصور. لقد وصل رسولين من قبل ركن الدين من أذاخسيكات وهلاورد. دمر المغول من ولايتي شغانيان وقبرديان 37 قرية، وبعد بخارة وسمرقند من المتوقع أن يستولي المغول على أخزكات وهلاورد. يبدو أن خطتهم هي استغلال الشباب بعد الوصول إلى كل مدينة وبلدة، وذلك من أجل ملء الخنادق وجلب الحجر والخشب وقتل الآخرين وهدم منازلهم وتهجير الناس وإثارة الفتن. عجبي، لماذا لم يتجهوا حتى الآن نحو خوارزم؟ لكن الأكثر عجبا هو لماذا لم يحرك السلطان محمد جنوده للمواجهة، بالرغم من أن عدد جنود الخوارزمشاه أكثر منهم بأضعاف. إنها الحرب الأسرية يا سماحة ذاكر زكريا، حرب الأم مع ولدها. يا للعجب، كيف يحدث هذا الشيء؟ كيف يتماهى فكر هؤلاء الناس مع تفكير السلطة؟ الناس هم بمثابة السلالم عند الملوك وعند السلاطين. طبعا حضرتك براء من كل هذا البهتان. ذكرت ذلك كناية، لأنني حقيقة لست بريئا يا شيخ كمال الدين، لكنني لا أعرف كيف من الممكن أن يتقدم جيشه نحونا، ومن أي منفذ يمكنه الدخول. هل ذكر في الرسالة ما هو عدد جنود جيش جنكيز ذلك المتجه نحو المدينة؟ يقال إن جنكيز قسم جيشه لأربعة أقسام قبل الوصول إلى أطرار، حيث أرسل 3 أقسام وكل قسم قيامه 70,000 جنديا نحو أطرار وجاند وخجاند، وجند آخرون ينتظرون التوجه إلى خوارزم. هذه الحكاية لغيرنا ولا تخصنا نحن. الذي يخصنا هو أن المغول قد وصلوا الآن إلى أخزكات وهلاورد، وسيصلون إلى ترمس بعد 3 أو 4 أيام، والفاصل بين ترمس وبالخ فقط 10 فراسخ. ما هو الترتيب والحل يا سيدي؟ حسب ما رأينا وبحسب ما سمعنا فلن تفلح مع المغول أي مواجهة تذكر. إذا نستنتج من كلامك هذا بأن نسلم المدينة وأهلها للمغول ونتركها لهم هكذا؟ معذرة يا سيدي، يقال إنهم يستغلون الشباب فقط. ولو أن الاستسلام بوجه وأمام هؤلاء ليس بالحل الأنسب. سمعت أنه في بعض المدن ذهب جميع الناس لكي يستقبلوهم وقدموا لهم الهدايا، لكنهم أيضا لم تسلم رقابهم من جنكيز. لكن بالنسبة لي أنا أريد أن أقاوم. خارج مدينة بلخ وعند مدخل المدينة على بعد فرسخ يوجد حفرتان وبينهما أودية، وخطتنا هي أن نصب الزيت على الجسر الواقع هناك عليهما، ثم ننتظر بالطرف الآخر وننصب كمينا، وعند وصول جيش جنكيز ويريد العبور من ذلك الجسر عندها نقوم بحرقهم ونقضي على كل جنودهم. هذه الخطة التي أخبرتنا عنها تحتاج إلى أسابيع يا سيدي، ونحن لا نملك وقتا سوى للهروب وإنقاذ أرواحنا، ليس إلا. لا، ليس هكذا.
أنا لن أسلم هذه المدينة للمغول أبدا. إذا أتى ألف لص من الخارج لن يتمكنوا من فتح الباب طالما لم يساعدهم لص من الداخل. أنا الآن آمر بإخلاء خزينة بلخ ونقلها إلى الخزينة الجرجانية قبل فوات الأوان. انتقل كلاما وتكرره ألف مرة. طالما لم يصدقك أحد من الداخل لا ينفع الكلام، كما أن الشجرة إن لم تسق جذورها وإن أصابها ألف فيضان عابر لا ينفعها. لا بد من وصول الماء لجذورها حتى ينفعها.